ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذا رأس أحدكم ما يكرهه فليقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة. الحسنات هنا النعم والخيرات، والسيئات المصائب. فيقول عندما يجمع يكره اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. يعتمد على الله ويعلم أن كل شيء بيده سبحانه وتعالى، فهو الذي يأتي بالحسنات وهو الذي يدفع السيئات وهو الذي بيده الحول والقوة جل وعلا.